رايك النهارده في ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي رئيس المصري؟ ده اعظم راجل في التاريخ صراحه. تقولي له ايه النهارده؟ اقول له ده مصر فخوره بواحد زيك، يعني هو بمسيره عبد الناصر وكملها ان شاء الله. الله ينور يا حاج. السلام عليكم. مين الله ينور يا حاج؟ اخد رايك انت بقى. اللي هو المشير عبد الفتاح السيسي معه ولا ضد فكره ترشيح؟ لا معاه. ايه حاجه ممكن تقولها؟ والله ربنا يعينه، ربنا يعينه على المسؤوليه الكبيره دي. اتفضل. المشير عبد الفتاح السيسي. طبعا معاه. احمد. تشجع مين؟ قول له السيسي. شاطر. تقييمك النهارده او رايك بمعنى اصح في ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسه جمهوريه مصر؟ ترشيح الفتاح عبد الفتاح السيسي للرئاسه. مع 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 المشير عبد الفتاح السيسي. شكرا. والله ربنا يولي من يصلح. يعني مع ولا ضد الفكره؟ والله المشير مش وحش يعني، بس ربنا يولي من يصلح. وادك مع مع الفريق عبد الفتاح السيسي. لما بشوفه الاول هيعمل ايه، نزل برنامجه الاول وبعدين احكم. انا مع فكره ترشيح السيد الفريق عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، المشير رئيسا لمصر. طبعا مع المشير قلبا وقالبا وكل حاجه، وروحنا ودمنا في داهيه. مع ولا ضد؟ احنا مش معاه بس، ده احنا معاه بدمنا وبكل حاجه من عندنا. فكره ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي؟ لا مع 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 الفريق عبد الفتاح السيسي، بس اهم حاجه بعد ما ياخد الرئاسه ان شاء الله يعمل حاجه للبلد، يعني لانه الناس كده تعبت بصراحه. يعني لا مع انا انا مع المشير عبد الفتاح السيسي ان هو يبقى رئيس جمهوريه، وشايف ان هو الاصلح والبلد هتبقى في تقدم ان شاء الله. بكل تاكيد طبعا هو رقم واحد للرئاسه ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. مع الفتاح السيسي طبعا. اكيد طبعا. ايه توقعاتك منه، طلباتك منه؟ والله انا بفضل ان هو الافضل في المرحله اللي جايه دي ان شاء الله. المشير عبد الفتاح السيسي ان شاء الله ان شاء الله. اكيد رئيس مصر، اكيد مشير عبد الفتاح السيسي، يعني ده مش اكيد 100%. عاوزه بتحبي مين؟ السيسي. بتحبي السيسي؟ قولي سيسي. انا بحب سيسي. ادي له بوسه في هي كمان. يلا اعملي باي كده. يلا قولي بحبي السيسي. بحب السيسي. قولي سيسي رئيس. هو ان شاء الله الوقت اللي احنا فيه ده اكيد اكيد مصر محتاجه السيسي، واحد زي السيسي بالظبط، هو السيسي فعلا. ومش هينفع اي حد تاني في مصر في الفتره اللي احنا فيها دي بالذات الا المشير عبد الفتاح السيسي. هو ان شاء الله هو رئيس مصر القادم ان شاء الله. وحضرتك انا شايف ان دي حريه شخصيه ان هو يرشح نفسه للرئاسه، واعتقد برضو ان شاء الله ان هو يعني افضل موجودين على الساحه ان هو يحكم مصر ان شاء الله الفتره القادمه، وخير ان شاء الله. يعني انا مع حضرتك مع ترشيح المشير السيسي، بس يبقى يكون في برنامج، ما يبقاش الموضوع لمجرد ان هو شعبيه طاغيه وخلاص. البرنامج هو ده اللي هيحل مشاكل مصر اقتصاديه واجتماعيه ومشاكل الشباب اللي المفروض عارفينها. وبعدين مش عايزين نقول كلمه المصالحه اللي الناس بترددها كتير، ولكن يبقى على الاقل خالص فكره توافق الشعب كله، الشعب كله بكل طوائفه بكل الفئات. يعني مش عايزين نذكر اسامي ناس معينين، اكيد انت حضرتك فاهمني، يعني كله يجي. يعني كلامي هيعجبك ولا مش هيعجبك؟ اهو كله طالع اهو. طيب انا شايف ان هو يعني وزير الدفاع ما حصلش، تمام. غير كده انا مش عايز تحصل مشاكل، انا مش عايز تحصل له هو مشاكل. ف يعني انا بفضل خوفاً علي. انا بفضل ان هو يفضل وزير الدفاع. شكرا. فتاح السيسي انا شخصيا بحبه ومش عايزه يترشح للانتخابات بصراحه، لسبب عشان ما يحرقش نفسه، انا هو في وزاره الدفاع احسن. هو الفريق السيسي هو رئيس مصر. ولا ضد فكره ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي؟
مفيش حاجه اسمها فكره ترشيح شخص، المفروض دي مصر لازم يكون 3 4 اختار بينهم، ما ينفعش بقى واحد هو المرشح الوحيد واقول اه او لا، يبقى عملنا ايه؟ السيسي ده حبيب الملايين وكل المصريين. ترشيح سيسي ولا لا؟ ده اساسي من غير تفكير. ان هو يحافظ على مصر ويخلي باله من شعب مصر ويكون على قد المسؤوليه ويكون زي ما احنا متاملين، واحنا متاملين في السيسي ان هو زي ما حمى مصر في 30/6 وحمى شعب مصر، يا ربنا يقدره رب ويحمي مصر دايما ان شاء الله باذن الله. مع طبعا 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 طبعا.